أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. يا أبوكم ظهرت من الحجرة ولني تحريت عمري في خيمة زار، حرام يعني في خيمة زار من الأجاوير، الدنيا كلها تعجور، تخيلوا حاشر الدنيا باللبان متوه، ها مكود يميع اللبان وغادي الدنيا ضبابة ضبابة وحدة متوه. تعال تعال ياي، سلام عليكم. واجد انتي خلي هذا ريحة لبان. نعم. ليش؟ سبا سبا العصمة تمام مالا. تمام ليش؟ فيك جن انتي؟ انت فيك جني؟ This is for جن. لا لا ريال جيتي تمام دار البيت. هي هي how are you? Thank you. Number one? نعم. متو؟ نعم. شو هذا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم سناب كل يوم سناب؟ اليوم في سناب؟ في سناب. لا حول الله سبحان الله، الهواء ما بطع يطيح البحار بعد هبلنا يعني طايح لما بنا موي 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 يا غير يا غير شيء موي يعني ما بطايح البحر البحر مرة ما بطايح سبحانك يا رب. احنا ابو اسبوع هذا مرة البحر معتين الله المستعان. شوف سبحانك يا رب ترش الماء الحين بعد بعد نص ساعة بتكمل لك أكثر عن شيء ما ظني بترش خلاص هرشت كامل الحين سبحانك يا رب اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. يا الله يا رب تخفف على أهل الكويت، يا الله يا رب تخفف عليهم، يا الله يا رب تخفف عليهم، تبعد عنهم الكوارث، تبعد عنهم إن شاء الله المصايب والمشاكل. إحنا نحبهم ونحب كل من يحب أهل الكويت، يا الله يا رب ترفع عنهم. دعاء المطر من أهم الأدعية التي رددها الصحابة والتابعين، ولعل أشهرها اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يا الله يا رب انك تتقبل وتحفظ هالكويت يا رب العالمين وباقي ديار المسلمين، لكن الكويت عاد كل ول الكويت يا الله يا رب انك تحفظها، لنا فيها احباب وصدقان استوينا وياهم في كل بلاد وفي كل مكان وفي كل دار وفي كل حلة وفي كل ديرة انتلاقى وياهم، هالكويت طيبين وما حد شراتهم، يا الله يا رب انك تحفظهم من كل شر وضر وتعافيهم وتعافي بلادهم وترفع عنهم يا رب العالمين. كم فرحنا كم فرحنا البارحة يوم يانا خبر أم الشيوخي على الله يحفظها، كم انبسطنا وكم استانسنا، يا الله يا رب تحفظها وتطول بعمرها وتلحجها خير إن شاء الله في درية 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 يا أرحم الراحمين. الشيخة شمس بنت مايد حرم حاكم أم القيويني عليه الجنة ونعيمها، الأم الحنون هي عمود خيمة أم قيوين كلها، البر هذا كامل كلهم يحلفون براسه من برت يم القيوين وبحرت كلها تعشق طاريها، هي أم الكرم هي أمهم هي عمود الخيمة، يا الله يا رب تمد بجلها وتحفظها سنين طويلة دب الدهر يا أرحم الراحمين، وتخليها والله يا أبوكم يهدت وتعبت وما نشت إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ودعوات الناس اللي يحبونها ودعوات الناس اللي يادت يمناها عليهم وفرحتهم دب هالسنين كلها طول هالسنين كلها الناس تدعي لها، ومن طاحت رب العالمين الحمد لله أخذ بيدها والله لطف بها وعافاها وعفى عنها، اللهم أنك تمن عليها بالعفو والعافي وتمد بأجلها سنين طويلة لا تنعد ولا تنحصر يا رب العالمين، في حياتها الطويلة كلها اللي اختفت لها أفضال ولها يمايل ولها فعل معروف يعني ما ينحصى ولا ينعد، يا الله يا رب أنك إن شاء الله كثر ما سوت معروف أنك تعفو عنها وكثر ما سوت من الخير أنك إن شاء الله تجعل تسخر المسلمين كلها تدعي لها بطولة العمر يا رب العالمين. ها صلاح ها
راقد انت؟ لا ساعي. اللي هو صاحبه اقول سلام عليكم. الله غالي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله، هاي ضحكه الرعب. شو تسوي صلاح؟ شو تسوي؟ بس شو بس شو ياس تسوي الحين انت؟ بس كلام. بس كلام؟ ايه انزين بتيجي بي ان شاء الله اليوم بيجيكم حبيبي. شيء تبه؟ شكرا حبيبي. منو؟ هلال. هلال هلال. ايه ان شاء الله هلال يسلم عليك صلاح. يا هلال اقول هاي يسلم عليكم كل صلاح. اقولهم انك سلم عليهم كلهم. ايه يسلم عليكم كلكم صلاح. يسلم عليه سلام الجديد. يسلم عليك ابو احمد عبد الله بن سالم. عبد الله اسمع اسمع. ها اسمع هاي يسلم عليك عبد الله. قول له سلام عليك صلاح. كيف حالك؟ قول له اعطين هامور. معطين خالد هامور حقك. زين ان شاء الله. قول شكرا. دراني بعدين زين. طيب شيل لك هامور صلاح. هامور صغيروني ترى مبعود. هب تاكل لي كبدي صغير صغير. بس عليك صغيروني تنفر واحد عسب ما تمتن. هاي بعد. يلا باي باي حبيبي. يقول لك ليحتشر يارك حشرك جريب. الحقوا علينا هل بالنفق الاستراتيجي. الحقوا علينا هل بالنفق الاستراتيجي. انقفضوا خلصوا المشروع بسرع وقت. الله الله فينا ما فينا يا ابوكم. الدنيا طبعت شرق وغرب. الدنيا طبعت شرق وغرب ونحن ابوي ما فينا. يلحقنا القاصر ويينا ما ياهم. اتيملوا اليمال اليمال يا اهل اليمال. الله الله فينا والله يا ابو كلو. شفت الدواوير عندهم سيائير تلعب ياهم. شرات كويل الين يعلى الله يحفظهم ويحفظ بلادهم ويحفظ شعبهم من كل شر وضر يا رب العالمين. وتعافي كل مسلم. الله الله فينا ابوي. هل بالنفق الاستراتيجي انقفضوا وخلصوا المشروع بسرعة ما يكون. لا تقولوا ما حد قالكم. احتشر يارك حشرك جريب. والدنيا ها ابتدت طلائع الخيل. ابتدت الغيوم. الله الله فينا. لو حتى آخر الشهر في الحكومة. والله ما ادري شو السالفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير. انا يارس الحين لي اكثر من 10 دقائق. ويا السهل المكان اللي انتم تشوفونه شيء شخص كان مفروض يكون يارس عدالي. ويارس هناك. هناك كان عند المخده هيك الصفرة. ليش هالبني ادم كله يجلس بعيد وكله طالع التليفون ولا يكلمني؟ شو سالفته هالادم؟ ليش؟ شو ياك؟ ابني بيت. انتي؟ يوه؟ ايه. ايه الحمد لله على السلامة. بعد ما شبع. متى؟ شبع يروح. ايه. ان شاء الله حبيبي. ماشي. اول بتينين وخلاص بتصير عندهم؟ ايه. انزين ماشي مشكلة. ماشي مشكلة. لو لحم. ان شاء الله ان شاء الله. لو لحم. اقول لكم جيت انا ضحل عالي. اموري طيبة وكل شيء زين وبسطت وقيلت. ونشيت جريب المغرب وصليت من عقب ما أذن وعيّنت ابن الله خير وجلست. وحين يا الأخ العزيز شقيقنا الأصغر صلاح بن أحمد بن عبد الله الخالدي هو يا رجل خف علينا هالنظرة. صلاح شو بلاك؟ ما شفت.
في النادي ما يبغي لك كلام، لا تحاتون يا ابليس. وقلت له سو الله ترقاعك، رد من وين جيت؟ قال لي لس جاي من الرحله وتعبان من الرويس، الناس يوم تي خطوط تستريح كليش فرض الله، وانت بتربع النوادي. قلت ابن عام بربع النوادي وبسير النادي وعلي باس، شو اللي حادني ايلس في البيت؟ لا بيلس البيت ولا عندي خبر، لا والله بسير والحمد لله دحرته خليته يولي. ولا مره كذي اربله الله، هاي انا بسمنها العياس. يلا بنرمس ان شاء الله غير الحين.